يحمل التاريخ القديم الكثير من الحكايات والصراعات. حكاية اليوم عن الأمير عنخ تيفي، حاكم نخن، الإقليم الثالث لمصر العليا. قصة صراع وحروب ومجاعة، فقد كانت حياته حافلة. نتعرف عليها بزيارتنا لمقبرته بالمعلى بالأقصر. المقبرة طولها 21 متر من الشمال للجنوب، وعرضها 6 متر. المقبرة بها 28 عمود، منها عمودين من ناحية الجنوبية لسند السقف، لأن المقبرة كانت عمال المهاجر كان بيشتغلوا من فوق، اكتشفوها عن طريق الصدفة. تمام. والخشب، العروق الخشب، عروق معمولة حديثا في المقبرة لتغطية السقف، ويوجد بها عمودين في الناحية الجنوبية لسند السقف. والأعمدة منقوش عليها بعض النقوشات بتحكي الحياة اليومية في المقبرة، منها ما هو منقوش، ومنها ما هو منحوت، ومنها مغطى بطبقة من الملاط ملون، نظرا بها ألوان جميلة بتحكي عن مناظر الصيد، وعن مناظر الحياة اليومية، وعن مناظر الطهي، وعن مناظر الطعام. وبعض الأعمدة فيها نقوشات بالكتابات الهيروغليفية، وفي نص بيحكي المجاعة في المقبرة اللي كانت موجودة. مقبرة عنخ تيفي مقبرة مهمة جدا، تابعة لعصر الانتقال الأول. عنخ تيفي حاكم المنطقة، ابن سبك حطب اللي هو والده. كانت توجد مجاعة أيام هذه الفترة، وكتب في الجدران، وكان بيمد الصعيد بالطعام والحيوانات والطيور. المناظر اللي هي بتجسد حياة عنخ تيفي، وهو كان ايه وعمل ايه لمكانه. مناظر الحياة اليومية، الرجل ديت اللي بيشيل الطعام، والرجل ديت اللي ماسك سمكتين اكيد راح يطعم حد زي ما كان بيقول عنخ تيفي. بص الرجل ده بيشوي، قاعد بيشوي حاجة، مناظر جميلة بصراحة. يعني ده قاعد بيشوي حاجة، وده منظر الطباخ بيطبخ لحمة، واحد ماسك حاجة بيحطها في القدر، والتاني رافع دراعه بيتذوق. يعني الراجل ده رافع دراعه كده بيتذوق الطعام. يعني دي مناظر الحياة اليومية اللي هي ايه، تفاصيل دقيقة. يعني الراجل ده زي الطباخ بيدوق قبل ما يطلع اكله، ومش عارف ايه زي كده، زي مصر القديم اصلا بيصور الحياة اللي هي ايه في قمة الدقة دي. اللي هنا برضو منظر الرجل ديت اللي هو ماسك زي الأرانب البرية كده، برضو كل ديت المناظر كلها بتخدم فكرة إن عنخ تيفي كان بيطعم أهله وبيطعم البيت الإهناسي اللي هو كان موالي ليه. من المناظر الهامة جدا برضو في مقبرة عنخ تيفي، تكملة للمناظر اللي ذكرناها، منظر الرجل ديت اللي هو شايل زي عجل صغير. يعني المنظر ده بفكركم باللي ذكرناه، ان الرجل ده اطعم بلاده في وقت المجاعة، فهو شايل العجل ده عشان خاطر يذبحه عشان يطعم بلاده في عصر المجاعة اللي ذكرناه. الناحية التانية عامل زي ما ذكرنا منظر الراجل اللي هو ماسك الغزالة عشان خاطر يذبحها، عشان خاطر برضو يطعم الجائع في بلاد عنخ تيفي زي ما ذكرنا. من الملاحظ ان العمود ديت عليه نقش هيروغليفي غائر،
هنا نقشوا على الحجر، وهنا رسم ورسم، رسم فوق، عمل طبقة ملاط ورسم ورسم. فزي ما قلت لكم عن ختيفي يعني ايه، زي بيودينا ويجيبنا كده مع الرسومات ومع النقوش، مرة غائر مرة بارز مرة مرسوم رسم. للأسف يعني كانت العوامل البيئية ضده، إن هي ما جاتش كاملة المقبرة دي، لو جت كاملة كنت أتفرج على حاجة رائعة يعني. احنا هنا طبعا وصلنا المنظر من المناظر الجميلة بصراحة في مقبرة عنخ ختيفي. هنا منظر عنخ ختيفي جالس وراه زوجته، زي ما هوريكم كده، بصوا اهو ادي عنخ ختيفي اهو جالس وراه زوجته، منظر طبعا متدمر، ده لسوء حظنا زي ما ذكرنا. بيعمل ايه عنخ ختيفي؟ عنخ ختيفي بيشاهد مناظر الحياة اليومية، بيتابعها بنفسه، اللي هي منظر الذبح بينقل المؤونة للناس اللي هم جعانين، زي ما هنشوفه اهو، ده منظر السور اللي بيتذبح. المناظر يعني للأسف، معلش سامحونا، هي البيئة ما ساعدتناش، هي اللي عملت كده، دمرت المناظر يعني. ومنظر الحمير اللي تحت اهي بتنقل المؤونة، صف حمير هنلاقيه كامل كده، بينقل المؤونة للي هم الناس الجعانين اللي هو كان بيوكلهم عن ختيفي. فعن ختيفي صور، حكى هو عمل ايه، وصور تصوير، يعني هو حكى وصور، حكى هو عمل ايه وصور لنا ازاي هو عمل كده، ازاي يعني هو اكل وكسى كده، هو ذبح وعمل ومسك الحمير ونقل المؤونة للناس اللي جعانة وكده يعني، والعريانة وكده، في أي حتة كده. زي ما ذكرنا هو بيكون برضه هو تابع، يقول أنا عملت كده، وصور اللي هو عمله، وصور نفسه هو وزوجته إزاي هم المتابعين الحاجة ديت يعني، إزاي صوروها يعني كده. وزي ما ذكرت إن هو يعني إزاي هو صور نفسه هو وزوجته يعني، طب هو ما كان من الأول إن هو يشوف الحاجة دي بنفسه ومراته في البيت؟ لا، هو بيقول لا انا وزوجتي احنا، لان كان عند المصري القديم زوجته من البروتوكولات، من البروتوكول ان هو هي تكون متابعه معاه وظاهره معاه في الصوره، زي ما بنشوف حاليا يعني، تلاقي مثلا رئيس الدوله من البروتوكول ان بتكون زوجة الرئيس لازم يكون ليها يعني دور في الحياه السياسيه مع زوجها يعني. هو ممكن نقول أصلا هو تقليد حديث موروث من موروثات الثقافة الحضارة المصرية في العصر الحديث. استكمالا لما ذكرناه من مناظر الحياة اليومية، ده منظر بقى إيه، منظر للطبخ. الراجل ده اللي قاعد بيطبخ، ودي الخادمة بتطبخ، دي مناظر للطبخ، والمنظر مش عايزين نقول للعبيد، بس منظر للخدم، نقول الخدم اللي هو كان بيستعملهم عن ختيفي في عمل اللي هو عاوزه يعني. هو زي ما ذكرنا ان هو كان عاوز يطعم الناس وكده، وهو كان حاكم الاقليم، فكان بيستخدم خدمه في ان هو يجهزه المؤونة لجيشه ولأهل مكانه، عشان خاطر يعينوه على اللي هو كان بينوي يعني، من هو ان هو عاوز يعمل حرب ضد البيت الطيبي. فهو زي ما ذكرنا هو سخر كل حياته وكل حياته للهدف، حط هدف قدامه وهو سخر كل حاجة ليه. ده بيت ده مناظر الحياة اليومية العادية، الطبخ والذبح وذكرناه يعني في أجزاء منها. فدي نفس المناظر اللي هي متكررة معانا إن شاء الله تعالى. آه
استكمالا لمناظر الحياة اليومية اللي صورها عن ختيفي، اللي هي للأسف ما جاتش كاملة. يعني زي ما شايفين كده ازاي العوامل البيئية كانت ضده، اللي هو انا مش عارف هو لسوء حظنا احنا ولا لسوء حظ عن ختيفي. لسوء حظنا احنا ان ما جاتش كاملة عشان نستمتع بيها، ولا لسوء حظ عن ختيفي اللي هو كان موالي البيت الإهناسي ضد البيت الطيبي. ما جاتش مقابر، ما جاتش مناظر مقبرته كاملة. يعني مش عارف يعني سوء حظ مين فينا بالظبط. يعني يعني أكاد أذكر إن هو هي الحاجة الوحشة في حياة عن ختيفي، إن هو كان موالي البيت إهناسي ضد البيت الطيبي. يعني وهو يعني لو كان كمل الانقلاب ده كان هتبقى حاجة مش حلوة في حياة مصر، يعني أو في حياة الحضارة المصرية القديمة. ما كناش هنشوف رونق طيبة الحالي اللي احنا بنشوفه في البر الغربي، حاجة رائعة من مقابر الملوك والنبلاء ومقابر الملكات والمعابد الأقصر والكرنك والحاجة الجميلة دي. فمش عارف أقول لي عن ختيفي، يعني أقول له إن أنت يعني فنانينك صوروا المقبرة وأبدعوا في تصويرها، ما تبقى من المناظر يدل على ذلك. فأهمها يعني الحياة اللي لفتت نظري المنظر الاثنين الخدم ده، اللي عايزين يحملوا حاجة ثقيلة فشالوها بينهم بالعصاية دي سلة كبيرة. لفت نظري إن إزاي الفنان أصلا لما صور السلة دي صور يعني صور التعريجة اللي هي في السلة دي، اللي هي المكان اللي هيرتكز عليه في العصاية. يعني فحاجة بصراحة جميلة. وبقيت طبعا المناظر، مناظر الخدم هم بيحملوا المؤونة للشعب، مناظر جميلة بصراحة لو صورناها إزاي الخدم بيعدوا بيشتغلوا بأقصى. يعني أنت تحس كده المنظر لما تبص المنظر كده يوحي لك ان الراجل ده بيشتغل كده باقصى طاقه ليه عشان خاطر يعمل الحاجه دي اللي طلبها منه الامير، اللي هو او اللي هو كان بيسمي نفسه امير وراسي او الملك عن ختيفي، عشان خاطر يخدم الشعب. كل ده كان بيعمله عن ختيفي عشان يخدم فكرته ان هو ازاي يبقى حاجه قويه في الاقاليم الثلاثه العليا، عشان يوالي البيت الإهناسي ضد البيت الطيبي. والحاجة ديت هي اللي كانت يعني ممكن أكاد أذكر إن هي الحاجة اللي كانت سيئة في حياة عن ختيفي. أما غير كده بصراحة هو عمل مقبرة رائعة، وممكن نقول عمل تاريخ رائع يعني في الأقاليم الثلاثة العليا، اللي هو إزاي يوحدهم في عصر اضمحلال، وإزاي الدنيا كانت مش مظبوطة، وإزاي يوحدهم يعمل زي دويلة داخل الدولة. وممكن نكون أقول لو الراجل ده عنده من القوة أكثر من ذلك كان ممكن يعني يبقى هو يوحد البلد، وكان يا ريت عملها وحد مصر كلها وكان بقت عاصمتها إسني. يعني كنا بقينا حاجة رائعة.